ايوه اكيد انت اكثر مني جالسه هنا، انا ليا بس 5 سنوات. هو مسرورا العمل المتوفر اكثر شيء للفوائد الطبيه. تمام. يا هلا فيكم أصدقائي، أتمنى تكونوا بخير. معكم من قناة منى كورنر. زي ما شفتوا من العنوان، اليوم رحنا بلوج على حديقة السلام. حديقة السلام كانت مستضيفة حدث مهم اللي هو سوق سمت التجاري اللي تم إقامته في مقديشو. طبعا السوق جامعة سمت هي من الجامعات العريقة المعروفة عندنا هنا في مقديشو، فأقامت هذا الملتقى أو مثل السوق لأصحاب التجارات والبزنس ليعرضوا بضائعهم. في نفس الوقت كانت في بعض الفعاليات. طبعا السوق كان كبير ما شاء الله، كان أقامته في جامعة أقامته في حديقة السلام في حمرويني. طبعا الدخول مجاني للجميع. كثير من أصحاب البزنس وأصحاب المشاريع كان لهم وجود كبير. طبعا زي ما انتم شايفين حاولت نغطي بعض أهم الأماكن. هنا قسم الفنون الجميلة من الجامعة، طالبات الفنون القسم الفنون الجميلة كان عندهم مشاركة في السوق، لوحات جميلة عجبتني الألوان، وكان التركيز على الطابع الثقافي أو الحضاري الأفريقي كان حاضر. طبعا الله يعطيهم العافية، كانت اللوحات جدا رائعة. الملتقى أو السوق كان حاضر فيه طبعا كثير من المطاعم المشهورة عندنا هنا في مقديشو، كمان كان فيه حضور لأبرز الشركات وأبرز المشاريع التجارية الرائدة هنا عندنا في مقديشو. من أهم المشاريع هذه واللي عملت معاهم لقاء هو مركز العلاج الطبيعي بحنانو. مركز متخصص في العلاج الطبيعي، بيديروا مجموعة من الإخوة، أيضا عملت معاهم لقاء حتشوفوا معنا في اللقاء. مرحبا، معانا اخت سما من السودان، قابلتها في الملتقى وانا جدا سعيده، اصريت عليها اعمل معاها مقابله. عرفينا عن نفسك شويه. انا ما شاء الله، اهلا فيكي سما من السودان. ما شاء الله، من اي ولايه؟ من فين بالضبط بالسودان؟ ما شاء الله ما شاء الله. كلمينا عن شغلك، ايش بتشتغل بالضبط؟ انا بعد يعني انواع ما شاء الله. عندنا قسم كمان بتاع السكر، ومدخل فيه المنتجات السودانية، الجوكا والرطان والكساب بتاع. ما شاء الله، المركز اسمه بحنانو. ما شاء الله، فين موقعه؟ في باب الصومال السوداني. ما شاء الله تبارك الله. لك هنا في الصومال قلتي لي كم؟ 7 سنوات؟ 7 سنوات من 2017. ما شاء الله، كيف حسيت المعيشة هنا في الصومال؟ والله ما شاء الله الحمد لله، يعني صرت صومالية. أيوه أكيد، أنت أكثر مني جالسة هنا، أنا ليا بس 5 سنوات. طيب ايش حسيتي انه مثلا في كثير سودانيين بيتواصلوا مع او اخوه عرب في القناه يسالوا عن فرص عمل، ايش تنصحيهم او ايش عندك يعني تضيفي لهم؟ والله هو فرص العمل المتوفرة أكثر شيء للكوادر الطبية. تمام. والمهندسين كمان يعني إذا لحالهم أو إذا تابعين لجهة هم بيشتغلوا، في عنده في وظائف. صحيح. لكن الأكثر هي الكوادر الطبية. صحيح. كلمتيني عن في منحة. أيوه قلت لي في منحة للسودانيين. في الجامعة الوطنية وجامعة الإمام شافعي مقدمين من الثانوية للطلبة السودانيين ما شاء الله أو خارج الصومال. أيوة. وكيف المعيشة للسودانيين في الصومال؟ السودانيين يتعاملوا معاملة الصوماليين، يعني الإقامة مجانية ما شاء الله. الإقامة بتطبع على الباسبورت، لكن تجدد ثانويا. أيوة. مدتها سنة ومن غير رسوم. تمام. بس الشخص السوداني لما يصل مقديشو بياخذ الفيزا كونتر $60
صحيح. بعد شهر حياخذ مقابله مجانيه بجد التكفي. تمام. الرتبه بتاعي بيكون ضامن سؤال يعني. ايوه ما بتشدد صراحه، ما بتشدد صحيح، وانه شخص سوداني يكون مرحب به في اي وقت، يمشي السوق لمشي المولات، يطلب من المطار في اي محل من الاخوه السودانيين، يعني يقول لنا السودانيين زولان. فعلا فعلا الاخوه السودانيين على راسنا من فوق، هم اكثر الدول قريبة على الصومال، وفي نفس الوقت يعني في علاقة يعني أخوة وتبادل يعني أشياء كثيرة، سواء الطلاب الجامعات. فالله يصلح الحوالي في السودان، وبإذن الله تعالى ترجع زي ما كانت وأفضل. كلمة أخيرة حابة تقوليها؟ حابة أشكر الصومال جدا، يعني الحكومة والشعب، هم ما صراحة ساعدونا كثير أكثر. الدول فتحت لنا أبوابها، استقبلت كمية كبيرة من السودانيين، حتى في ناس ما عندهم شغل يعني على طول استقبلونا. الحمد لله ما فينا لاجي، كل معظم السودانيين الموجودين هنا. أيوة. شغلين وظائف ما شاء الله، ومرحب بهم في اي وقت، يعني حال ما نمشي في اي مكان، اي مكان كبيرنا على صغيرنا مرحب به الحمد لله. أكيد. نشكرهم جدا على تعاملهم معنا وعلى وقودهم معنا، وإن شاء الله نردها لهم في الأفراح بإذن الله تعالى. والله يصلح الأحوال في السودان، وزي ما قلت بإذن الله تعالى الصومال بلدك الثاني. وأشكر كثير أخت سما. أخت سما شغالة في مركز بحنانو، مركز علاج فيزياء، وعندهم جيم وعندهم أشياء كثيرة، وزي ما قالت في منتجات ححط لكم هي في من ضمن الفيديو، فتقدروا تتواصلوا معهم كمان بإذن الله تعالى. أشكرك أخت سما. زي ما قالت لكم الأخت سما، مركز بحنانو مركز علاج فيزيائي، حتلاقوا فيه خدمات كثيرة من الجيم ومن المنتجات العلاج الطبيعي ومنتجات التخسيس، كل الأشياء هذه متواجدة، وأيضا المنتجات العناية السودانية. زي ما قالت المكان في مقابل صومالي سودانيس، إن شاء الله تستفيدوا من الخدمات اللي بيقدموها. كان في مشاريع كثيرة أيضا متواجدة في السوق، مثل مشاريع الإلكترونية والحواسيب المحمولة، مشاريع كثيرة ومحلات تجارية استفادت من عرض الجامعة أو السوق اللي أقامته الجامعة في حديقة السلام. هذه مثل الملتقيات أو الأسواق، هذه بتكون فرصة لأصحاب المشاريع. ايضا كان حاضر شركات الاتصالات الشهيره عندنا هنا في مقديشو، شركه سومتل، وهذه الشركه شركه جديده، انا حتى اخذت من عندهم شريحه، كان عندهم عرض شريحه مجانيه فقط انك تشحن الشريحه، فاخذت منهم الشريحه. الانترنت لا باس به كويس. الشركه اسمها سوملينك، من الشركات الجديدة. فمن الأشياء اللي أنا عجبتني إنه في أصحاب المشاريع في السوق هذا، كل واحد كان عامل زي العروض أو الأشياء يعني تكات حتى يجذب الزبائن. فهذه من الأفكار الرائدة اللي عجبتني في السوق أو الملتقى هذا اللي رحته في حديقة السلام. ايضا كان في ركن لمعهد تعليم اللغه العربيه اونلاين، يعني معهد لتعليم اللغه العربيه سواء للصوماليين او غير الناطقين باللغه العربيه، للصوماليين او غير الناطقين عفوا. فالمعهد كانوا عاملين بروشورات وعاملين خصومات للناس اللي بيسجلوا. فالفكره جدا عجبتني انهم اخذوا زي بوث او اخذوا طاوله كذا كان يعرض فيها خدماتهم. كمان كان في مكتبات او محلات لبيع الكتب، فيها أهم الكتب الوطنية أو أهم الكتب اللي يعني عليها إقبال، غير أيضا الكتب العالمية. كمان كان في حضور بارز للملابس الوطنية أو التقليدية.
هنا كان في ركن لشركة تنظيفات اسمها فاير دور. الشركة موجود مقرها في تلاح، عندهم خدمات كثيرة من ضمنها الخدمات تنظيفات المنزلية، عاملين فعاليات مثل إن واحد يختار ورقة ويتطلع لك هدية. أنا اخترت ورقة طلعت لي صابون. طبعا الخدمات اللي بيقدموها تنظيفات المنازل، أيضا التعقيم، كل هذه الأشياء. وعندهم خدمات كثيرة من الخدمات، العاملات بالساعة، عاملات بالشهر، يعني كل الأشياء متواجدة. هنا بعد ما ختمت الجولة دخلت على كافي، كان الجو جدا حر. أتمنى يكون الفلوج اليوم نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتضغطوا لايك، لأنه اللايك جدا مهم. أتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.